ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ بشكر كل الناس على الكومنتات الحلوه اللي دايما يكتبها لي، ولو انت اول مره تشوف فيديو من فيديوهات انزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا جماعه شايفين اللي قدامكم ده البين كود يا جماعه، وصل بعد انتظار 4 شهور. طبعا ناس كتيره جدا مش بيجي لها البين كود، وانا كنت فاقده الامل اصلا ان يجي لي البين كود. انا قلت خلاص بقى، انا معدي 4 شهور وكان فاضل 3 ايام، 4 شهور الا 3 ايام والمده تنتهي خالص، وبعد كده هنفعل بقى بالبطاقه. فلسه جاي لنا النهارده طبعا، وعايزه كل الناس بقى تبارك لي عليه، فهو لسه واصل النهارده. وطبعا جوال اللي هو ال6 ارقام اللي انت محتاجاهم، رقم التعريف الشخصي علشان توصلوا تعملي له ارسال وتبعتيه لجوجل ادسنس، عشان من خلاله يقدروا يعرفوا عنوانك بالظبط ويوصلوا عليك الدفعات، فاهميني؟ فطبعا ناس كتيره بتبقى مستنظره، وان شاء الله يجي لام ياسين صاحبتي وحبيبتي، هي مستنظره طبعا زيي بالظبط، وان شاء الله يجي لها قريب جدا، لان احنا الاثنين كنا مع بعض في كل حاجه. طبعا يا جماعه بتفتح البين كود بيجي لك 4 خطوات، بتعملوا ال4 خطوات دول وبعد كده بترسلها على طول. طبعا مش هتستني 21 يوم، اول ما يوصل لك تدخلي رقم التعريف الشخصي اللي هم 6 ارقام، فاهميني؟ انا اول ما يجي لك مش بتستني خالص ايام، حتى لو انت لسه راسله من كام يوم او قريب الرقم ده، لاول ما بيجي لك طبعا البين كود فيه 6 ارقام جوه، دول هتبعتهم على طول، بيفتح لك كل حاجه اللي هي الشفره بتتفتح تاني، كلمه ارسال بتتعاد تاني، وبعد كده ان شاء الله يوصلوا. بس مش هيجي لك اي رساله ولا اي حاجه بتاكد، يعني هي خلاص كده تمام. فان شاء الله الناس كلها تجي لها البين كود. وطبعا لو عايزين اي استفسار او اي حاجه على البين كود او تسالوا عنه، اكتبوا له في الكومنتات وانا ان شاء الله هقول لكم. مش هدخل عليكم باي معلومه، احنا طبعا بنفهم في الحاجات دي كويس جدا، وان شاء الله يوصل لكم كلكم. طبعا يا جماعه انا اعرف ان 98% من الناس مش بيجي لها البين كود، بيفعلوا بالبطاقه، فطبعا مش تقلقوا لو هو اتاخر عليكم، وان شاء الله يجي لكم. لو مش جالكم بالبطاقه عادي جدا، هي وان شاء الله لو عجبكم بقى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، اعملوا لايك للفيديو، واستنوا بقى فيديوهات كتيره جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.